كوف والسيد ماتشادو حكم اللقاء. يبدو لي أجواء رائعة وجميلة بالتأكيد، ولكنها تمنع اللاعبي الفريقين من مواصلة المشوار في هذا اللقاء. تولوج إذن تهطل المشاهدين بغزارة على ملعب الدراغاو هنا في مدينة بورتو البرتغالية. لذلك يتوقف اللاعب الآن لأجل غير مسمى بالتأكيد. تواصل هطول الثلوج، يعني حتى الحارس هيلتون دا سيلفا الحارس البرازيلي في لقطة بالتأكيد معبرة ولا تحتاج لتعبير. إذن يتوقف اللقاء مشاهدينا نظرا للأحوال الجوية وهطول الثلوج على ملعب الدراغاو. وطبعا الحال على ما هو عليه تقدم وتفوق فريق أول هانينسي في هذا اللقاء المرتقب، واللي يعتبر من أبرز مباريات هذه الجولة، الجولة 18 من مرحلة إياب الليغا البرتغالية أو الدوري البرتغالي الممتاز. بالتأكيد صور معبرة سواء كان للمدرب مانويل كاجودا مدرب نادي أول هانينسي أو للسيد فيتور مانويل بيريرا. والجماهير طبعا تأبى مغادرة الملعب. بالتأكيد نترقب عودة للقاء. هذا السيد ماتشادو حكم اللقاء، يبدو أنه سيعطي إشارة العودة للمباراة